هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن هيئة الأرصاد نوهت إن في استمرار للموجة الحارة النهاردة معانا، وإن هي من بداية من بكرة هتبدأ في الانكسار الخفيف كمان. أخبار الطقس إيه؟ بالفعل احنا مكملين في الموجة شديدة الحرارة اللي بتأثر علينا من بدايات الأسبوع ده، ويمكن احنا بالأمس واليوم في ذروة هذه الموجة ارتفاعات أخرى وملحوظة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. احنا نعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في أغلب المحافظات بحوالي من 6-8 درجات، لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. الكتل دي زي ما بنقول مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فده اللي بيؤدي للارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره. كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيخلي الاجواء مشمسه بشكل كبير فتره النهار، وبيساعد على ارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع في الظل تكون 41 درجه مئويه، محافظات الصعيد اللي تكون اعلى طبعا قيم درجات حراره هتوصل ل 47 و48 درجه مئويه على الاقصر واسوان، المناطق اللي موجوده في جنوب البلاد. فبالتالي في استمرار للاجواء شديده الحراره في اغلب المحافظات، الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط هي طبعا اقل حراره من المحافظات الداخليه طبعا. لكن هي طبعا فيها ارتفاعات قيم درجات حراره اعلى من المعدلات، واجواءها بتكون اجواء حاره فتره النهار بشكل كبير، خاصه كمان ان الاماكن دي بتبقى نسب الرطوبه فيها اعلى من المحافظات الداخليه، فبيحسوا بقيم درجات حراره كمان اعلى من القيم المعلنه في النشرات الجويه لمحافظات السواحل الشماليه. بالاضافه كمان الارتفاع مش بس بيكون فتره النهار، فترات الليل اجواء فتره الليل الصغرى بتتراوح ما بين 28 و27 درجه مئويه على القاهره الكبرى، محافظات الصعيد بتتراوح ما بين 30 و32 درجه مئويه، فبالتالي ايضا اجواء فتره الليل هتظل اجواء مائله للحراره في معظم المحافظات خاصه في المحافظات الداخليه. يمكن بعض الاماكن يكون فيها نشاط للرياح مع فترات المساء وساعات الليل، وخاصه في سواحلنا الشماليه، المدن الجديده، الاماكن اللي بتبقى مفتوحه بشكل كبير، لكن سرعات رياح ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه تساعد بعض الشيء ان احنا نحس بقيم درجات حراره اقل فترات الليل، لكن هي مش هتاثر بالشكل الكبير على احساسنا بقيم درجات الحراره لان الارتفاعات ملحوظه فتره الليل في قيم درجات الحراره. صحيح. كمان اليوم تكونت شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه. يمكن الرؤيه وصلت على القاهره الكبرى خلال فتره الصباح ل 4000 متر، ده خلال فتره الصباح، مع تقدم ساعات النهار الشبوره المائيه بتتلاشى، الرؤيه الافقيه بتتحسن بشكل كبير. الموجه شديده الحراره دي متوقع كمان استمرارها معانا غدا السبت ان شاء الله، استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره. احنا غدا متوقع عظمى على القاهره الكبرى طبعا هتكون اقل من اليوم، لان احنا بنقول اليوم هو ذروه الارتفاعات. هتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين 38 الى 39 درجه مئويه، فلسه في استمرار للاجواء شديده الحراره بشكل كبير. مع يوم الاحد والاثنين هتنخفض قيم درجات الحراره بمعدل 4-5 درجات، لكن الانخفاضات دي هتكون انخفاضات طفيفه ومؤقته في قيم درجات الحراره. انا بقول مؤقته عشان هيبقى في تاني بالظبط، لان هي بس هتكون يوم الاحد والاثنين المنخفض الجوي اللي هيكون معانا في طبقات الجو العليا هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره، لكن مره اخرى من يوم الثلاث وحتى نهايات الاسبوع اللي جاي تعود قيم درجات الحراره بشكل تدريجي للارتفاعات. فهي بس الانخفاضات هتكون مؤقته يومين اثنين، مره اخرى نرجع تاني للاجواء شديده الحراره فتره النهار. الاجواء دي احنا لم نعتاد عليها بشكل كبير خاصه في طول الموجات، الموجات بقت طويله بشكل كبير. صحيح. بتخلي احساسنا بقيم درجات الحرارة كمان أعلى، وزي ما بقول أنا قيمة درجة الحرارة أنا بقولها مع حضرتك هي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة أكيد تبقى أعلى من القيم دي، نتيجة إن نسب الرطوبة كمان بدأت تزيد في الجو. هي نسب الرطوبة ما ارتفعتش زي فصل الصيف بس طبعا، بس هي الرطوبة بتزود إحساسنا بالحرارة
بالظبط، لان هي بدات كمان ترتفع عن ايام فصل الربيع فبدات تزيد، فبتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. لو انا بتحرك تحت اشعه الشمس في الشارع هحس بقيم درجات حراره كمان اعلى. فعشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين، مهم جدا، يمكن كمان احنا بنقول النهارده تحديدا لان النهارده ذروه الارتفاعات، يعني اعلى درجه حراره خلال هذه الموجه هنسجلها النهارده، سجلناها بالامس وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى بالامس 41 درجة مئوية، محافظات الصعيد وصلت 48 درجة مئوية، يمكن في بعض الأماكن كمان كانت أعلى من كده. فبالتالي مهم جدا بقدر الإمكان فترات الظهيرة من الساعة 12 الظهر لحد 4-5 العصر نتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر. لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع في الفترة دي لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس، أحتمي بأماكن الظل. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، دايما أغير درجة حرارة جسمي تجنبا لأي إجهاد حراري. طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، بس المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم. ولو إحنا دلوقتي داخلين في فترة صيام يبقى فترة السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم كمان أتواجد في أماكن جيدة التهوية، ده يخليني أحس بقيم درجات حرارة أقل ونسب رطوبة أقل. وطبعا بقدر الإمكان الملابس تكون القطنية الفصادة فاتحة اللون، عدم طرق أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات لو هنركن السيارة في الشارع تحت أشعة الشمس. وطبعا أكيد لازم نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، وارد جدا يحصل تغير في قيم درجات الحرارة بالارتفاعات عن القيم دي أو ممكن تنخفض عن القيم اللي احنا بنقولها. فمهم متابعة النشرة الجوية، ونأكد كمان على حركة الملاحة البحرية على البحرين، هي معتدلة، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وكمان أعمال التنمي. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وطبعا نصائح مهمة جدا. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة زي ما أشرنا العظمى هتكون 41 والصغرى 27، وفي العاصمة الإدارية 41-26، الإسكندرية 31-22، والعلمين الجديدة 32-22، مطروح 30-21، ودمياط 34-24، بورسعيد 35-24، والإسماعيلية 42 هي العظمى و23 الصغرى، في السويس 41-24، وفي العريش 36-23، في كاترين 36-16، وفي طابق 38-24، حلايب 37-28، وشلاتين 38-27، شرم الشيخ 42-31، والغردقة 41-29، الفيوم العظمى فيها 41 والصغرى 23، وبني سويف 42-24، أما في الوادي الجديد العظمى 46 والصغرى 29، وأسيوط 43-25، سوهاج 44-29، وإنا 46-29، الأقصر 47-30، وأسوان 47-31. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. ودلوقتي عودة مرة تانية لمحمد ومنى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هانس.